بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء، المؤسسات الدولية، ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة، نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريف سيادته منتدى أفريقيا بالرعاية والحضور، وذلك حرصا من سيادته على تأكيد عمق العلاقات بين الدول الأفريقية وطرح رؤية طموحة لمستقبل أفضل لقارتنا. ونرحب بكم مجددا في مصر في هذا المنتدى الذي أصبح بحضوركم واهتمامكم من أهم الفعاليات الاقتصادية في القارة الإفريقية. إن لقائنا اليوم يعكس توافقنا على رؤية مشتركة للنهوض بقارتنا. نجتمع لنناقش أولويات التنمية الاقتصادية لبلادنا وسبل التغلب على التحديات. نلتقي لنبحث معا آفاقا للتعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة التجارة البينية بما يتيح فرص العمل لأبنائنا قارتنا الواعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن مصر بوابة أفريقيا ونقطة التقائها بالحضارات القديم والحديث. لقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية البلاد على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، بما يسهم في جعل أفريقيا قارة واعدة من خلال كونها جاذبة لاستثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية وخدمية كبرى. السيدات والسادة، لقد تبنى عدد من الدول الإفريقية في الآونة الأخيرة برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متزايدة. فبالرغم من تحديات الاقتصاد العالمي وصلت إلى 3.5% في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع لأكثر من 4% في السنوات القادمة. وبالفعل احتلت 6 دول إفريقية قائمة الـ10 اقتصاديات الأسرع نمواً هذا العام. ومن أبرز التجارب الناجحة ما حققته مصر في تنفيذ برنامج طموح لتصويب مسار الاقتصاد، كانت أهم دعائمه تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية، من أبرزها وأهمها قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتيسيرات لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال. حقق هذا البرنامج ارتفاعاً في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وطفرة ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي نالت إشادة المؤسسات الدولية. تمتلك إفريقيا المقومات الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل بما لديها من إمكانيات اقتصادية وإنتاجية واستهلاكية ضخمة، كما إن عائد الاستثمار في القارة يعد من المعدلات الأعلى عالمياً، وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 4 أمثال في آخر 5 سنوات. وحتى يتسنى لنا استغلال هذه الفرص تحتاج بلادنا إلى بنية أساسية داعمة كما أشار سيادة الرئيس في كلمته الافتتاحية، من شبكات ربط طاقة جديدة ومتجددة والتوجه إلى المجتمع الرقمي وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. إن كل دولار ينفق على مشروعات البنية الأساسية يجذب ضعفه من تدفقات استثمارية، فالاستثمار في البنية الأساسية هو الركيزة الحقيقية للتنمية والنمو الشامل. ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة سنوياً بما يوازي 150 مليار دولار بفجوة تمويلية تقدر بحوالي 90 مليار دولار، مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية شركائنا في التنمية. السيدات والسادة، إن الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستدام والاستغلال الثروة البشرية التي تتمتع بها أفريقيا القارة الشابة التي يقدر عمر 60% من سكانها بأقل من 25 عاماً.
وقد كانت مصر سباقة في هذا المجال، حيث تبنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم وتنمية المهارات، فالاستثمار في شباب القارة عنصر أساسي لرفع معدلات النمو. ويأتي الاهتمام بالشباب في مقدمة الأولويات لتوجيه طاقاتهم والعمل على تنمية مهاراتهم ودعم أفكارهم المبتكرة من خلال ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد. وتمثل ريادة الأعمال مصدراً هاماً لتوفير فرص العمل، حيث أن الشركات الناشئة سريعة النمو تولد ثلث فرص العمل الجديدة. لذا حرصت مصر على تنمية هذا النشاط خلال توفير مناخ استثماري محفز وآليات تموالية مبتكرة، فقد شارك معنا بالأمس أكثر من 250 شركة ناشئة من إفريقيا تمثل أكثر من 35 دولة، بالإضافة إلى 57 عارضة لمنتجات صنعت في إفريقيا. شباب قادر نفخر به ونعمل لمستقبله. إن الحديث عن أي خطط لتحقيق النمو لا يكتمل دون إتاحة فرص حقيقية للمرأة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعطائها فرص متساوية للإسهام في تنمية بلادها. تحديد الأهداف المشتركة لدول القارة الإفريقية من شأنه توحيد أولويات التنمية، ولقد نجحت مصر والدول الإفريقية خلال اجتماعات التجمع الأفريقي كوكس لمحافظي المؤسسات التمويل الدولية هنا بشرم الشيخ في أغسطس الماضي في تبني أجندة تمويلية متكاملة تؤكد ضرورة الالتزام بالبرامج القومية التي تلبي الأولويات الوطنية وتحافظ على سيادة الدولة وأمنها القومي. إنني أدعوكم جميعاً إلى أن تغتنموا فرصة المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام لتبادل الأفكار والتجارب، كما أدعوكم إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية في مصر وفي أفريقيا. السيد الرئيس، السادة الرؤساء، ضيوف مصر الكرام، بعون من الله وبإرادة شعب واعٍ وقيادة تعمل بمثابرة وإخلاص وحكمة، نعاهدكم أن نستمر في مسيرتنا معاً بالإيمان والعمل للعبور إلى المستقبل، واضعين طموحات شعوبنا كأولوية في عملنا، مدركين الإمكانيات الهائلة لبلادنا في تحقيق الرفاهية والتقدم. ومرة أخرى ودائماً مرحباً بكم في مصر. السلام عليكم. والآن أدعو السيدة هبة سلامة مدير الوكالة